هي اروح لدكتور عماد. دكتور عماد، حضرتك كان في نقطه هامه هتستكملها، النقطه الثانيه بحديث دكتور شادي عن التنميه وعن المستقبل لصعيد مصر من خطط ومن مركز للطاقه مش فقط الغاز. يعني الحقيقه ان هي كلها مشاريع طموحه جدا، الى اي مدى هذه المشاريع لن تكمل بدون منظومة طرق زي اللي بيحصل دلوقتي؟ تمام. خليني اقول لحضرتك ان احنا لو تصورنا نهر النيل من الشمال للجنوب هنلاقي ان هو حوالي 1000 كيلو متر. فبنتكلم على ان في 39 كوبري فقط لا غير بيعبروا النيل. التوجيهات اللي بدأنا فيها هي انه لازم نعمل معبر او محور على النيل، المحور ده بيعبر من شرق النيل لغربه بهدف ربط جانبي نهر النيل. ممكن دي كانت مشكله كبيره في موضوع التنميه، لانه الحقيقه الناس بتتركز اكتر في الوادي الضيق، فانت عشان تعمل انتقال عرضي شرقا وغربا انت محتاج انك تعمل هذا المحور، ومحور مش كوبري، لان الكوبري هو مجرد جزء بيعبر النيل بيبقى طوله 400-500 متر، اما المحور فهو محور تنموي كبير بيمتد للشرق والغرب بحوالي 15 كيلو شرقا وغربا، اي باجمالي طول او متوسط طول حوالي 30 كيلو. كان في مصر في 38 محور، المخطط 59 الان، يعني كانه 87% من المحاور العرضيه اللي على النيل هتتعمل. طبعا هنلاقي انه الصعيد ليه الاولويه الكبرى في هذا المجال، لان حتى اهالينا في الصعيد دلوقتي اعتقد بداوا يستشعروا بقرب المسافات ومش محتاج يمشي كتير عشان يلف ويعبر النيل، لا خلاص بقت المعابر اللي موجوده. في 7 محاور تم عملهم بالفعل، منهم بني مزار وطمة وجرجه، دول موجودين في الصعيد. في 8 محاور حاليا جاري الانشاء منهم من الثمانيه منهم 6 في الصعيد، يعني الـ6 اللي موجودين في الصعيد هم صملوط وقوس وكلبشه وديروت ودراو وحتى بديل خزان اسوان، هو محور لبديل خزان اسوان اللي كان تفضل السيد الفريق وزير النقل وايضا رئيس الوزراء من حوالي يوم او 2 بزيارته وزياره منطقه اسوان، وكان ده احدى المشاريع اللي بيمروا عليها واللي كان في توجيه دائما بالاسراع في انشائها في هذا الجزء الهام من ارض الوطن. اذا المحاور العرضيه على نهر النيل، المحاور التنمويه هي احدى بل هي اهم الوسائل اللي موجوده في الوقت الحالي للتنميه العمرانيه والسكنيه وايضا للانتقال العرضي بين الجانبين بسهوله ويسر، وبالتالي يمكن الانتقال الى كافه المشاريع على جانبي النيل بدون اي مشكله. يمكن ده جزء مكمل لمجموعه الشبكيه اللي هي المحاور الطوليه والعرضيه اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها، وهي معابر النيل ومحاور النيل المهمه جدا واللي بيتم انشائها حاليا بكفاءه عاليه جدا. بتتشارك فيها كافه القوى الوطنيه، 59 محور بدل 38، يعني زي ما قلت لحضرتك في 87% زياده في عدد المحاور العابره للنيل. بالاضافه الى طبعا تنميه المدن داخل الصعيد والاهتمام برقي الانسان وتغيير الصوره الحضاريه ليه، يعني في مشاريع كتير جدا يمكن انا يعني اشرفت على بعض منها وشرفت بهذا، منها مثلا في الوادي الداخله والخارجه وباريس وبلاط، منها ايضا في اسوان وفي الاقصر وفي بينال ويطال التطوير كل الاماكن داخل المدن الصعيد، وده بتزامن مع تنميه المحاور السريعه والطويله والطوالي بين المدن المختلفه، فده بيشكل في الاخر منظومه مهمه جدا وهي منظومه تغيير وجه الحياه وتغيير درجه رفاهيه الحياه والاحساس ايضا بقيمه الوقت وازاي ان هو حاجه مهمه جدا للمواطن في الصعيد ان هو يقدر ينتقل بسهوله ويسر وبطريقه سهله. نسبه البطاله او الاشغال اختلفت يا دكتور بعد الطفره اللي حدثت هناك؟ طبعا، وعايز اقول لحضرتك في توجيهات اخرى مش بس نعمل طريق لكن لازم نوفر عليه كافه الخدمات، يعني محطات كامله، حتى الرئيس امر حاليا انه كل المحطات ما تبقاش مجرد محطات وقود، تبقى محطات خدمه متكامله، ايضا خدمات اسعاف واسعاف طائر وخلافه، الحاجات دي كلها بهدف طبعا تحسين مستوى الامان على الطرق، ويعني النتائج طبعا مبهره، اولا انخفاض 50% في الحوادث على مستوى الجمهوريه، فكره فصل النقل عن الملاكي وخاصه زي ما انا قلت مثلا في طريق اسيوط طريق اللي هو الخرساني، بنتكلم على افكار اخرى من نوعيه زياده وسائل الامان والتوعيه والاناره والتقاطعات وتحسينها وتحويلها لتقاطعات حره عشان ما يبقاش في تقاطع مباشر ما بين سيارات وسيارات عرضيه، زي ما احنا بنشوف الكباري الكتير اللي بتتعمل علشان تحسن مستوى ودرجه الامان، تقليل الوقت بنسبه 25% في المطلق، تقليل التلوث بنسبه كبيره، الحقيقه انا مش عارفها قد ايه بالظبط حاليا لانها بتقاس كل فتره، يمكن السنه دي من احسن السنوات في موضوع التلوث. بنتكلم ايضا على
تخفيض زمن الرحلة، أيضا الوصولية. يعني انت عند حضرتك في اماكن 19% من الاماكن اللي انت ما كنتيش بتقدر توصلي لها على مستوى الصعيد النهارده بنقدر نوصل لها. حاليا في مشاريع اخرى مطروحه زي مشروع سوهاج الخارجه، وده طوله مثلا 170 كيلو، وده ايضا بيساهم في الانتقال من الجنوب الى منطقه الواحات. بنتكلم على مشروع هضبه اسيوط اللي انتهى بتكلفه 2 مليار تقريبا. يعني في مجموعه كبيره جدا من المشاريع اللي الحقيقه انا مش يعني هنقدر نقولها في البرنامج، ولكن يعني تشاركت فيها كل القوى الوطنيه، وزاره الاسكان تشاركت فيها، وزاره النقل تشاركت فيها، ايضا الهيئه الهندسيه.